تابع مشاهدينا مع رولا صديق، شوف شو اشياءنا حلوه هيك، غيرنا الديكور وغيرنا الاشياء. شرفتينا رولا. ميرسي، انا الشرف لإلي. قديش لها البراند؟ بورسيو هي براند جديده، ما صار لها شيء مبلشه، بس هو حلم قديم انا كان صار لي فتره عم اجله، وبعدين قررت انه لا، اتس ذا تايم اني انا اشتغل بالشيء يلي بحبه ويلي عندي باشن لإله، ومن هيك خلقت بورسيو. ليه سميتي بورسيو؟ بيرسيو هو كان في مساج، انا رساله حابه اوصلها، مثل ما انا صار معي ذا بيرس. اول شيء بيرسيو هي فاشن هاوس بتخصص بالهاند باجز، تصميم وصناعه الهاند باجز، وبنفس الوقت فيرب بيرسيو هو لحتى اعطي مساج للمراه انه حققي احلامك، قد ما تاخر الوقت، قد ما كان في صعوبات، خلي حلمك معك. امتى بلشتي تحديدا؟ بلشت مثلا صار له سن المشروع كتحضير، ككونسبت، كتحضير للكولكشن، كتحضير لكل الكونسبت، لانه بيرسيو هي اكثر بس من انه جزادين. بس فعليا صرنا تقريبا شهر على الانستا. ما هذا بدي لك اياه، انه على الانستا، لانه ما في كثير صور، رح نشوف الانستا تبعولك حتى لكل الاشخاص اللي حابين يعملوا لك فولو. نحن اسم البيج بيرسيو وورلد، رح اشوفوها هلا. هي صار لها شهر، نحن عم ننزل ايتم بايتم. الشهر الجاي بيكون عنا الويب سايت يلي هو رح تنزل فيه كل الكولكشن، وشوي شوي بيصيروا يعرفوا وين نحن متواجدين، بس بالوقت الحالي عنا الانستا بيج. وقادرة توصل لكل لبنان؟ قادرة أوصل، هو الهدف مش بس لكل لبنان، أنا الهدف إني أوصل لكل مرة. والكولكشنز تبع بيرسيو هي كولكشن من النهار لا بالليل، يعني بكل مراحل المرة. هيدا الانستا؟ هيدا الانستا بيج بيرسيو وورلد، عم ينزلوا كل ساك بيسكوا. نحن عنا عدة عيال مقسمين الساكات لعيال. شو هني هالعيال؟ العيال كيف مستوحى بيوتي ارت لكجري. بيوتي ارت لكجري هن الفاليوز تبعوا البراند، يعني هذا اللي بدك تلاقيه بكل جزدين ببيرسيو، هالثلاث اشياء موجودين فيها. واضح. الفاميلي هي كل اسم هو تقريبا بجسد حاله من حالات المراه. هيدا الساك يلي معك هو ساك من جلد الحي، بس عن جد بفرجيهم للمشاهدين الفينيشينج. الفينيشينج هيدا اللي كنا عم نحكي عنه من ناحيه اللوكجري، يعني هذا يكون، وهيدا بينحط كمان بلت باج وبينحط بالايد. هي لإله؟ هيدي لإله، بينحط بلت باج. من هون؟ من هون. بتحبي تفرجيهم للمشاهدين؟ يس، تفضلي. هيدا بينمسك هيك از هاند باج، وبنفس الوقت هيدا بينحط هون وبينلف على الخصر. هيدا نفس الشيء. هيدا يمكن يلي بيميزك كمان، هيدا عملتيها اول صوره على الانستغرام هيدا دبل بيلت. هيدا اللي بيميزه انه دبل بيلت. دبل بيلت يعني قصدك جلد وهيك بتلفيه على خصرك مرتين. وهيدي كمان بتعلقيها از اورنمنت فيذر على الهيدا، وهيدا بتلفيه مرتين على خصرك. شكلك بتحبي هالستيل، حتى شغله فيه كثير حلو. شغله فيه بعد فيه كمان توت كبيره، لانه هلا ترندي هيدا. صح. هيدي الموديل. في عنا فاميلي ثانيه اللي هلا نحن نزلناها، واللي هي هيدي. حاعطيك اياه. هيدي اللي انا شوي حابه احكي عنها، لانه اتس نيو كونسبت. هي هيدا الكيج فيك تحطيه هيك كروس باك. في هون عنده كمان اثنين بينحط باك باك لل كمان هو بنشوفها كمان على الصوره. هيدا ايه منزلينه كمان دوبل فاس، فيك بتشيلي الباوتش تقلبيها تبرمي الكيج. بصير بلاك، بتحطي لايك بلاك اند ريد، كمان في بلاك اند بلاك. سو انت بجزدين واحد بيكون صار عندك اربع جزادين، اثنين باك باك. نفس المبدا هون، اورنج هون مع بيربل. بيربل مع ريد، اورنج مع وي. اوكي، كمان نفس الشيء، نفس الخبريه بقلبوها، بصير دوبل فاس. فهيدا هيدا ما بيروح خسر، هيدا كروس وباك باك باك. اوكي، في قصص ثانيه كمان نحن بنشتغل عليها، اللي هي انه المراه عن جد الكواليتي فظيعه. yes. عن جد يا ريت ياخذها كلوز اب ليبين. نحن عم نشتغل مع الاتوليه يلي بيشتغل لهاي اند ديزاينرز، والليذر اكيد هو صح. سو رح اشوف المشاهدين هيدي ليش حاطتيه لهون هيك، تشرحي لهم. دونك هيدا اذا بدك تمسكيه انت از بايدك فيك تمسكيه هيك، عبالك تحطيه على الكتف حتى يهدأ. بينحط كمان في البروش يلي هي معموله سيبريت، انا مسكته بالنهار عبالي امسكه بالليل بيتغير صار لليل. ايفن البروش ما بدي احطها هون،
بدي حطه هون. عم بتشكيه بشيلها. عامله حساب لكل شيء لانك سيده ولا الان بتحبي هالاشياء؟ انا بحب، ولانه العمليه نحن صرنا بزمن عملي، يعني نفس الجزدين فيك تنقليه من نهار لبالليل، يعني مثل انا بسمي الباجز انفستمنت باجز هودي، لانه بتستعمليهم عده مرات. هون شو عم نشوف؟ بس خلينا نحكي على هيدا هون، في البروش الاسود، هيدا نفس الحجم ولا كانه اصغر شوي؟ هيدا نفس الحجم تقريبا هو، بس انا كنت حابه احكي عنه هيدا كمان لانه هيدا بوني كالف ليذر، هيدا ليذر تبعول الحصان يلي هو قليل انه يكون موجود، ونفس المبدا يعني تقريبا نحن بنشتغل على مبدا كيف بيقولوا فيرساتيليتي، نفس الساك فيك تستعمليه بعده استعمالات. هلا هون صار غير شيء، هون هيدي الجام اسمها لوسيد، لوسيد مثل الترانسبيرنت، هيدا اتس باج، هي درجه مره البراندز شانيل وهول كلهم عملوا هالقصص، بس ما حدا عامل على هيدا الشغل اليدوي اللي نحن نتعامل معه مع سيدات بيشتغلوا بالحرفيين. هيدا كروشيه مثلا يلي بايدي، كروشيه مع خرز شك سو في هذا بيقدر يطلع ولا بس هيدا باوتش بينشال، هو الباوتش كمان معك بينشال بطريقه، بنحط سيلولير، بنحط حمر، بنحط النيدز تبعول، وفيها تحطه بغير ساك، فيها تحطه اذا على بالها تحط تبين الاشياء تبعولها بتستعمله نفس الشيء. سو هون بتفلايز يس، هون خلينا نشوف كيف البراند بيرسيو. يس هيدي الافل تبع البراند بيرسيو. قلتي انه اكثر من حقيبه في هيدا هيدا ذا وومن اوف توداي اللي نحن مسميينه، يلي هو فيك تستعمليه مثل باكت باك لانه دارج هلا الباكت باك مع الحصان يلي هو اورنمنت نعمل لبيرسيو كمان. عامله واحد اسود كانه هيدا فول سيلفر للحصان من فوق، كمان خارج سهره بيكون هون. هودا يلي حابه كمان احكي عنهم انه هن كمان اتس تشتري بتغير التوب كمان دونك ما قدرت نحط لانه كان الوقت ما بيسمح، بس في ديفرنت توبس بيكونوا موجودين، تشتري انت بيز مع توب بعدين ليتر اون على بالك تغير التوب. التوبس فيهم يكونوا جلد، فيهم يكونوا التوبس في منا هيدا في هيدا. شغل خرز في جلد في كروكودايل في اللي عده توبات بعده انواع ليذر موجودين، بس كمان الفكره انه تو انفست بقلب الجزدين. يعني هن احنا حبينا نكون شوي انوفيتيف. هيدا البروش منه في صح؟ هيدا الجلوف، هيدا الجلوف كلتش يلي هو منه فيه، هيدا كمان شغل مشغول من عند الارتيزان يلي بيشتغلوا لبيرسيو، محفور ومغطس كمان باوكسيدايزد كوبر. الاسعار كيف؟ اكيد الاسعار نحن عم نقول نحن انه اتس لوكسري براند، مش من ناحيه السعر، من ناحيه الاناقه تبعته والفينشينج يلي بنستعمله اجمالا. الاسعار في عندك لكل اللي هو هدف بيرسيو انه تكون لكل طبقات المجتمع، في عندك من ال 250 وطلوع لانت وطالعه حسب انت شو بتنقي نوعيه شغل لايك ذا بيلت. البيلت يلي انا لابستها هلا هي من بيرسيو. بس رجعت وقفي لك هيدي لا حلو اوكي، هيدا من نفس الجام تبعت امازون اللي هي تبعت الحصان. في بيلتس عنا، في عنا بيلتس من عدة أنواع جلود، مشان هيك عم قلك الأسعار بتتراوح لكل الطبقات، يعني بس بدك تحسبي هيك من 250 وطلوع. يعني هالبراند حتكون حقائب، حتكون حقائب، حتكون بيلتس، حتكون أكسسوريز فور ذا تايم بينج. ليتر أون عنا يعني آمال وأهداف بتياب. يس بلشنا لأنه نحن عنا جام كروشيه ما هلا مش ما قدرت فرجيها، بس اللي بيلحقوا الباج رح يلاحظوا انه في كثير قصص حلوه رح تنزل. في عنا كروشيه وبلشنا بقام تياب موجوده معك بالباج، بيقدر حدا يجيب لك اياها؟ يس إيه. لو سمحت الشاب يجيب لنا الكروشيه من الباج. في انا اذا بدكم في البيربل واحد لونه موف وفي واحد لونه بوردو كروشيه. يعني مش رح يعرفوا شو يعني كروشيه لانه كروشيه يعني شغل يدوي، يعني شغل يدوي. إذا شادي بتساعدوا لو سمحت هلا منشوف كروشيه يعني مثل الصوف بيكون. ايه كل جزدين قديش بياخذ معكم وقت؟ ايه بدي اقول لك انه القصص يلي فيها شغل يدوي يعني بياخذ معنا وقت، نحن بنكون محضرين قبل فتره، بس مثلا جزدين الكروشيه بده 5 أيام شغل. يس هيدا الكبير مزبوط، هيدا الكبير اللي معه اوكي، وفي اصغر. ايه بدي اعذبك ميرسي اوكي.
هيدا حلو. هيدا الكروشيه الكبير، في كروشيه صغير، في شوف هيدا كمان غير شيء. هيدا الكروشيه بيشتغل ليك، بيتاخذ لك 5 ايام شغل مثلا، 5 ايام لاسبوع قبل ما يفروه على المصنع، وبيتلبس دبل ليذر، لانه من هون ومن هون. بينحمل بس على الكتف، هيدا بينحمل على الكتف اكروس او على او قصير او طويل، وفي منه سايزز صغار، وهيدا بنلعب فيه بالالوان، يعني بكره على الربيع كل الالوان موجوده، احمر اصفر اني كلر. وفي الباج الثاني ذس وان، هيدول كمان جامات اللي نحن بنسميها بيرلا، لانه هيدا كله شغل ايد بيكون موجود لايك اتس ا بوكس. في كمان فورم تاني كمان موجود منه، هيدا كمان بياخذ وقت بفرجيك، بس كمان الفينيشينج تبعه. حتى تشوف الفينيشينج رح اعطيك كلوز. سو هيدا كروكودايل ليذر، رح توسعيهم شوي الفتحه؟ ايه، ما بتحسيها شوي صغيره؟ بس هو لانه اوكي، بتعرفي انت الستات بحبوا مشان هيك في قصص كبيره كمان ما جبتها، هي للدي يوز. هودي سايزز تانيين من الصغار تبعون الكروشيه، هيدا بينحط كمان على الخصر وبينحط كروس. وهيدا كمان خصر وكروس؟ لا هيدا مش خصر، لانه الديزاين تبعه مش كثير مناسب، لانه ايه بينحمل كتف، يمكن لانه عندهم هيدول اللي عندهم ديبول. بس كمان رح نفرجيهم الفينشينج، انه هو وهيدي البراند هون. يس اوكي. فاذا لكل الاشخاص اللي حابين يتواصلوا معك موجوده على صفحه الانستغرام، انا بدعيهم انه يلحقوا البيرسيو وورلد اسم البيج تبعولنا، ومن هونيك فيهم يعملوا اوردرز، اني اوردرز بحطوها وبنتواصل معهم. بدي اشكرك، بدي اقول لك جود لك، ميرسي، وان شاء الله كل ما تقدمي كولكشن اهلا وسهلا بحضرتك. ثانك يو فيري ماتش. بدي اتشكركم على الاستضافه، وميرسي بوكو، وكل اول ذا بيست لك حبيبتي. ميرسي. بنتابع مشاهدينا مع بيبرز تولز.